يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقات مهمة لأنها بتكون مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده اللي بيهمنا أكتر بشكل كبير جدا هو أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي، خصوصا في ظل الفترة الحالية الصعبة جدا المليئة بالتحديات والبطولات المختلفة والمباريات الكثيرة. فبالتالي دي جزئية مهمة جدا هنتكلم فيها، وهنتابع آخر الكواليس والتفاصيل بخصوص النادي الأهلي تحديدا والفريق الأول لكرة القدم أكثر تحديدا. كمان عندنا أخبار مهمة جدا في الجانب المحلي والعالمي هنتطرق ليها في فقرات مختلفة من حلقة الترند النهاردة زي ما قلت لكم. لكن دايما بيهمنا قوي تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال بيتعلق بمباراة الأمس ما بين الأهلي والهلال السوداني واللي انتهت بالتعادل السلبي في أولى مباريات النادي الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة المنتظرة بإذن الله واحد أحد. رأيكم إيه في أداء النادي الأهلي وإيه أسباب التعادل في هذه المباراة؟ ناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من حلقة اليوم. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الأهلي يستأنف تدريباته الاثنين استعدادا للمقص. الأهلي واجه المصري بالسلوم في دور ال 32 لكأس مصر. وأخيرا ورسميا المنتخب يواجه السنغال 25 و 29 مارس، بالتوفيق يا رب نوصل كأس العالم بإذن الله. طيب، في ماتشات كتير في الحقيقة النهاردة في مختلف البطولات سواء الأفريقية أو الأوروبية، يعني بطولات كتير جدا. فبالتالي خلينا نستعرض هذه المباريات لأن كلها مهمة في الحقيقة. نبتدي بمباريات دوري أبطال أفريقيا. النهاردة في ماتش بيتلعب أو انتهى خلاص بشكل رسمي ما بين بيترو أتلتيكو والوداد بفوز بيترو أتلتيكو 2-1، وأعتقد كده بيصعب شوية المهمة على النادي الزمالك اللي تعادل مع بيترو أتلتيكو في القاهرة اللي موجود معهم في نفس المجموعة بنتيجة 2-2. فبيترو أتلتيكو بيخطو خطوة مهمة في إطار التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن لسه بدري طبعا على بقية المشوار. يعني دي كانت أول مباراة. المباراة الثانية المريخ وسان داونز في مجموعتنا احنا الأهلي والهلال، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الأهلي والسلام هنا في القاهرة، وأعتقد برضو تعادل مفيد بالنسبة لنا كأهلوية بإذن الله. النهاردة كمان الساعة 6 في نفس البطولة في ثلاث مباريات، جوانينج جالاكسي مع النجم الساحلي، زجرادا مع الزمالك الساعة 6 برضو، وشباب بلوزداد الجزائري مع ترجي التونسي، هتكون مباراة أيضا قوية. ده فيما يتعلق بدوري أبطال أفريقيا. أما بخصوص الدوري الإنجليزي ففي الجولة دي بصراحة النهاردة ماتشات كلها قوية جدا. أول ماتش اتلعب وانتهى كان ابتدى في تمام الساعة 2:30 ظهرا، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين ويست هام و نيوكاسل. دي أول مباراة. المباراة الثانية أو أكتر بقى من مباراة، عندك أدي ست ماتشات هيتلعبوا في التوقيت اللي أنا بتكلم حضراتكم فيه دلوقتي، الساعة 5 بالظبط ابتدت المباريات دي. أرسنال مع برينتفورد، أستون فيلا مع واتفورد، ليفربول مع نوريتش سيتي، ساوثامبتون مع إيفرتون، كريستال بالاس مع تشيلسي، وبرايتون مع بيرنلي. والمباراة الأخيرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين مانشستر سيتي توتنهام هوتسبير الساعة 7:30، مباراة هتكون حلوة قوي وقوية. أما الدوري الأسباني فالنهاردة أيضا في عدد من المباريات، منها مباراة اتلعبت وخلصت ما بين غرناطة وفياريال، فياريال فاز خارج ملعبه بنتيجة 3-1. أوساسونا الساعة 7:15 مع أتلتيكو مدريد اللي بيحاول ينتفض من جديد بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة، قادش مع ختافي الساعة 7:30، وريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيز الساعة 10 بالليل. ريال مدريد بيحاول يعني يتعدى الخسارة بالهدف القاتل من كيليان امبابي في تشامبيونز ليج، فبالتالي مباراة مهمة جدا بالنسبة للريال، أتمنى لهم كل التوفيق بصراحة. ده فيما يتعلق بأهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى هنتكلم بتفاصيل شوية عن الأهلي الفريق الأول لكرة القدم تحديدا، مباراة الأمس واللي بينتظره الأهلي خلال الفترة اللي جاية من تحديات، وإزاي نقدر إن احنا نساند الفريق في الفترة الصعبة دي المليئة بماتشات كتير جدا بحالة من الإجهاد هتكون طبعا بتواجه الأهلي، في صعوبات كتير جدا جدا على الفرقة. فهنتكلم بتفاصيل في الجزئية دي، فبالتالي استنونا بعد الفاصل. يلا بينا.
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نتكلم او نبتدي كلامنا بمباراه امبارح الاهلي والهلال السوداني في اولى مباريات الاهلي بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وبطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، وبصراحه طموح كبير عند كل الاهلاويه والمنظومه كلها ان احنا نوصل تاني كاس العالم، مش تاني بقى يعني المره الثامنه كاس عالم باذن الله، والثالثه على التوالي كاس عالم ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله نفوز بيها، وباذن الله باذن الله في تركيز كبير جدا على الهدف ده، وده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن ماتش امبارح لو جينا بصينا لكل المعطيات اللي كانت قبل الماتش، المعطيات اللي بتتعلق بالاجهاد وبالسفر وبالحاله البدنيه للعيبه، فنقول نتيجه مقبوله. طبعا دايما بنتمنى ان الاهلي يكسب، يعني ده الطبيعي، وبننتظر كل ماتش ان الاهلي يكسب وده اللي بنتمناه، لكن دايما يا جماعه بيبقى فيه معطيات وبيبقى فيه يعني صعاب وعقبات بتبقى خارجه عن ارادتك ومضطر انك تتعامل معاها، فبالتالي مش كل النتائج هتيجي زي ما احنا بنتمنى. امبارح الماتش الساعه 3 العصر، فطبعا صعب شويه، مش متعودين ان احنا كالعاده بتبقى دي الازمه بالنسبه لنا احنا في البطولات الافريقيه لما بنلعب في التوقيت ده بدرجه حراره مرتفعه شويه، ارضيه الملعب مش بقول حجج والله، بس يعني بقول الحاجات اللي انت بتواجهها، اصل ده امر واقع، مش بنختلق اعذار او حجج خالص للاهلي، والاهلي متعودش على كده. احنا بنقول اللي كان حصل، ايه الامور اللي كانت محيطه بالمباراه داخل الملعب، فأرضية ملعب بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا بتوقيت مباراة، وغير كل ده والأهم من كل ده الإجهاد اللي بيتعرض ليه اللعيبة. وبصراحة يا جماعة الناس دي بتتعب جامد جدا، مش اللعيبة بس، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الإداري، الناس كلها دي بتتعب. موضوع السفر والقعدة في الطيارة دي يعني بتجهد، لك أن تتخيل أن الأهلي لعب 3 ماتشات في أقوى ليفل في أسبوع في كأس العالم للأندية، أنت في أسبوع لعبت مونتيري، ها، ولعبت بالميراس، ولعبت الهلال السعودي، 3 ماتشات ضرب نار في اسبوع واحد في 7 ايام، وجيت يوم الاحد خدت الراحه الاثنين، تمام، اتمرنت الثلاث، خلي بالك بالاجهاد ده كله، اتمرنت الثلاث، سافرت الاربع، اتمرنت الثلاث واربع وسافرت الاربع عشان تلعب الماتش يوم الجمعه وتيجي الجمعه بالليل. فبصراحه كان قرار كويس جدا من الجهاز الفني ان الفرقه تريح النهارده وبكره، يبتدوا تدريبات بعد بكره يوم الاثنين عشان تلعب ايه بقى المقص يوم الثلاث. وانا هعرض لحضراتكم كمان شويه الجدول بتاع ماتشات الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لان الموضوع صعب مش سهل. فطبقا لكل هذه الظروف وطبقا لكل يعني الاجهاد اللي اتعرض ليه الفريق بالسفر بماتشات تقيله بكل الكلام ده، النتيجة تعتبر مقبولة خارج الأرض. بنتمنى دايما إن الأهلي يكسب، لكن احنا بنقول اللي حصل يعني. هنيجي نتكلم فنيا شوية على الماتش وعلى التشكيل، مفيش أحلى من كده تشكيل، مفيش أحلى من كده تشكيل اختاره موسيماني للماتش ده. الناس اللي فايقة اللي رجليها في الملعب اللي أدت مباراة كبيرة جدا اللي كسبت الهلال السعودي برباعية، هي اللي ابتدت الماتش بتاع امبارح. مع وجود أوراق رابحة زي أفشة، زي حسين الشحات على الدكة، زي حسام حسن، زي الناس اللي نزلت برضه لعيبة تقال جدا. لكن في نفس الوقت التشكيل ده واللعيبه دي مش قادرين، تعبانين غصب عنهم، وخلي بالك مش هم مش الاساسي، مش اللي لعبوا بشكل اساسي دول، لا حتى البدلاء الناس كلها مجهده. هتقول لي ما هو الفرقه كانت واخده راحه، والناس كان دايما ان الراحه كانت 12 يوم، والله الراحه يا جماعه كانت 8 ايام بس، اللي هي كانت قبل كاس الرابطه على طول، مش عارف ليه الناس مصممه ان هي كانت 12 يوم، لا ما علينا يعني مش دي قصتنا دلوقتي. لكن انت ممكن تاخد راحه فتره وتيجي تلعب ورا بعض كتير جدا جدا، فهتلاقي اجهاد كتير، هتصاب بالاجهاد، ده امر طبيعي وبديهي جدا. فبالتالي انت مضطر تتعامل مع كل هذه الامور. لما تيجي تبص على كام لعيب عشان تعرف بس الاجهاد ازاي بيصيب اللعيبه، يعني مثلا عمرو السوليه من اللعيبه الثقيله قوي، من احسن اللعيبه في مصر وافضل لاعب في مركزه جوه مصر يعني، ومن افضل اللعيبه في افريقيا مش ببالغ، ومن اهم اللعيبه في منتخب مصر كمان، لكن امبارح مش قادر يرفع رجله، والراجل بساطه كتير، ما كانش في حالته، ما كانش في حالته في مباراه امبارح، وده كان شيء طبيعي بسبب الاجهاد، لان عمرو السوليه كان مع المنتخب، جه من المنتخب لعب على طول كاس عالم مع الاهلي في وقت وجيز جدا، رجع مع الاهلي ولعب مباراه الهلال السوداني بشكل اساسي، فمجهد، حمدي فتحي مجهد، من اللعيبه المهمه جدا جدا يعني. مين تاني؟ اكتر من احمد عبد القادر. هل احمد عبد القادر بتاع امبارح هو احمد عبد القادر بتاع ماتش الهلال السعودي؟ لا طبعا. السبب ايه؟ الاجهاد. ف
فالموضوع صعب علينا شويه السنه دي، صعب شويه وشويتين كمان، لان انت هتقابل ماتشات كتير جدا ورا بعض بضغط كبير. ودي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها مع كل جماهير النادي الأهلي في الحقيقة. وإحنا بيبقى دايما كلنا كأهلوية كناس بتحب النادي لازم يكون لينا دور في نجاح المنظومة، كل واحد بدور، الجمهور، الإعلام الأهلاوي، المجلس الإدارة، الجهاز الفني، اللعيبة، كل الناس دي ليها دور. فإحنا عشان نبقى مع بعض كده على الخط خلال الفترة اللي جاية، أنا هعرض لحضراتكم جدول ماتشات الفريق لحد أول توقف جاي أهو قدام حضراتكم على الشاشة. أنت عندك الماتش الجاي مين؟ يوم الثلاث مصر مقصر في الدوري، وبعديه يوم الجمعة على طول سان داونز، ماتش ضرب نار ضرب نار في دوري أبطال أفريقيا. وبعد كده هتلعب مع فاركو، وفاركو فرقة تقيلة في الدوري. أو سبت ماتش سان داونز هيكون يوم سبت عفوا، تمام؟ بعد كده هتلعب مع فاركو في الدوري يوم 1 مارس، ماتش تقيل. وبعد كده هتلعب المريخ، مهم قوي تكسب، يعني سواء صن داونز او المريخ لما نتكلم على دوري ابطال افريقيا مهم قوي تكسب، واخدين بالكم؟ وبعد كده ترجع تلعب مين؟ بيراميدز. وبعد كده تلعب، تروح تلعب مع صن داونز. فكل دي ماتشات تقيله جدا. وبعد كده بقى تلعب في كاس مصر في دور 32 مع المصري بالسالون بعد ما القرعه بتاعت دور 32 اتعملت النهارده. وبعد كده هتخش على المريخ السوداني، ها تلعب هنا. هو الميزه الحمد لله ان الماتش هنا برده، بس طبعا برده ماتش صعب. حلو، بعدين بقى ايه؟ هنقف عشان الاجنده الدوليه. قبل الاجنده الدوليه بص، ادي ماتش 2 3 4 5 6 7 8 ماتشات في فتره قليله قوي، فهيبقى في اجهاد مش طبيعي يا جماعه، مش طبيعي اي فريق في الدنيا يكسب الثمان ماتشات، مش هيبقى طبيعي. بعد الاجنده الدوليه بقى زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، عندك الهلال السوداني في القاهره، وبعد كده الاتحاد السكندري في الدوري، والمصري في الدوري، وبعد كده تلعب باذن الله واحد احد ان شاء الله نكون موفقين ونتاهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وبعد كده تلعب ام بي في الدوري، وبعد كده اياب دور ربع النهائي في دوري ابطال، وبعد كده طلائع الجيش وسيراميكا. فالموضوع صعب. احنا المفروض نعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي المفروض نكون في ظهر الفرقه دي. بالمناسبه يا جماعه في ماتشات هنخسر فيه. مش عايز اقول نخسر، ممكن نتعادل فيها ان شاء الله، يا رب لا نتعادل ولا نخسر، المهم ان شاء الله باذن الله نكون موفقين ان احنا نكسب. بس احنا بنتكلم بواقعيه، في ظل الايجاد الكبير اللي ممكن يحصل ده، او مش المؤكد انه هيحصل ده، طبيعي قوي الناتج يكون ان انت في ماتش 2 3 تتعادل فيهم، تفقد نقاط سواء في دوري ابطال سواء في الدوري. المهم الهدف في الاخر يتحقق، يعني بصراحه ان انت تاخد اللقب يعني، بس عشان الهدف الاسمى والاكبر يتحقق، مش عايزين ان احنا نضغط على جهاز فني او لعيبه، لان الناس دي فعلا بتتعب. طبيعي هيبذلوا كل اللي عليهم وكل المجهود المطلوب منهم وهيموتوا نفسهم في الملعب، ده من الناحيه دي اطمنوا تماما تماما وتاكدوا من كده، وانا عارف ان كل جمهور الاهلي متاكد من كده. لكن في نفس الوقت الله لا يقدر لو حصل ان احنا تعادلنا ماتش، او لا قدر الله خسرنا ماتش، ما نمسكش السكاكين او ما نسنش السكاكين زي ما بيقولوا. يعني في ناس، البعض يعني من جماهير النادي الاهلي، وهم بيبقوا بيحبوا الاهلي جدا طبيعي، لكن بيبقوا متحاملين بصوره اكبر على الفرقه. التحامل ده ممكن يجي معانا احنا بنتيجه عكسيه، لا خلينا نمشي بشكل واقعي وشكل منطقي. الماتشات تقيله، انت اتقل فريق ماشي، بس الماتشات برضو تقيله، بتلعب فرق قويه تمام، بفتره في فتره صغيره بكلام من ده، فمن الوارد جدا انك تفقد نقاط في بعض المباريات. فلازم نفضل كده واحده واحده مع الفريق، ندعم ونساند من غير اي ضغط سلبي. ممكن ننقد ايجابي، طبيعي جدا انقد نقد يكون ايجابي وبناء ويساعد الفرقه، لكن مش عايزين احنا اللي نكون عنصر ضغط اضافي على الفريق في المرحلة الصعبة اللي جاية. أنا أصررت إن أنا أعرض لحضراتكم جدول الدوري كله عشان نبقى كلنا كده إيه على نور، وشايفين الأمور ماشية إزاي مع الفرقة خلال المرحلة الصعبة جدا القادمة. فإن شاء الله الأهلي يكون موفق، نتمنى يا رب إن ما ولا نقطة نفقدها ولا خسارة نتعرض ليها. لكن حتى لو حصل لا قدر الله، إحنا أول الناس كلنا في ظهر الفرقة وفي ظهر المدير الفني، لأن المدير الفني خلاص مش محتاج يثبت حاجة بقى يعني. يعني ملف بتاع موسيماني ده مش محتاج بقى ان احنا نقعد نتكلم، مش هنقعد ندافع، مش هدافع بموسيماني تاني بصراحه. الراجل كل ماتشاته بارقامه وكل حاجه ببطولاته وبانجازاته وهي بتتكلم عن نفسها. اي حد هيقول عكس ذلك يبقى هو بيحاول ايه، يبقى ترند.
على اسم البرنامج بتاعنا كده، هو بيبقى عايز يبقى ترند عشان الناس تقول الحق ده قال على موسيماني كذا، الحق ده قال على الاهلي كذا. سيبكم من الناس دي، هي دي ناس ليها اهداف تانية، مش عايزين نساعدها احنا على الاهداف دي. احنا عندنا هدف رئيسي وهو مسانده الاهلي ومسانده الجهاز الفني واللاعبين وكل حاجه جوه النادي. لكن لما بنتكلم على فريق الكره بالتحديد، الدور الاكبر على جمهور الاهلي، وبصراحه جمهور الاهلي عنده قدر كافي من الوعي، مش محتاج ان احنا نقول له حاجه خالص خالص يعني. زي احنا ممكن نقول للبعض اللي ممكن ما يكونش واخد باله من جزئيات زي دي، وممكن ما يكونش باصص لقدام شويه بالنسبه للفرقه وضغط الماتشات والعقبات اللي هيتعرض لها النادي الاهلي، بخلاف طبعا ان انت عندك بعض المصابين ان شاء الله منهم هيرجع، عشان هو هيرجع الفتره الجايه، بيرسي تاو هيرجع الفتره الجايه، في اصابات طويله زي بدر بانون بالمناسبه، بدر قرب يرجع بنسبه كبيره، اكرم توفيق بعيد خالص هو وعمار بسبب الصليبي، فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق خلال المرحله الجايه. ده فيما يتعلق بما هو قادم بخصوص النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكون موفق بشكل كبير والدور الاكبر زي ما قلت لحضراتكم على جمهور النادي الاهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا كلام هنتكلم فيه بخصوص الفرقه واخبار كتيره هنعلق عليها، فاستنونا. طيب خلينا نتكلم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق. الاهلي هيستأنف تدريباته يوم الاثنين باذن الله، راح النهارده وبكره، وده انا بشوف انه قرار كويس جدا، لان بصراحه في ناس كتير بتنتقد يعني، بيقولوا الاجازات كتيره قوي عند موسيماني وبيدي اللعيبه اجازات كتير. ما هو لو الاجازات كتير بس النتائج ايه؟ اكيد الناس دي دارسه، اكيد في مخزون بدني بيبقى موجود معمول حسابه وكلام من ده، فكل حاجه بتبقى محسوبه يعني في الاهلي في الحقيقه، والدليل النتائج، النتائج كلها ما شاء الله ايجابيه في صالح الفرقه يعني. فالاهلي راح النهارده وبكره ويستأنف تدريباته باذن الله يوم الثلاث، هو مران واحد عشان سوري يوم الاثنين، هو مران واحد عشان تلعب يوم الثلاث مع المقصه، فامور صعبه بصراحه. خلاص النهارده القرعه اتعملت بتاع الدور ال 32 لكاس مصر، هنلعب مع المصري بالسلوم، المباراه هتكون في الفتره اعتقد ما بين 14 و17 مارس في بطوله كاس مصر، وبنسبه كبيره ممكن الاهلي يلعب المباراه دي من غير الدوليين. طيب من ضمن كمان الاخبار، دكتور احمد ابو عبله، الراجل ده بيتعب جدا وبيعمل مجهود كبير بصراحه، الواحد شاف الكلام ده يعني قدام عين، هيسافر للنمسا النهارده عشان يلحق بعمار حمدي اللي هيعمل جراحه الرباط الصليبي هناك مع نفس الدكتور البروفيسور كريستيان فينك اللي اجرى الجراحه لاكرم توفيق، اصابتين تقال قوي على اثنين لعيبه مهمين، فان شاء الله نتمنى لهم السلامه والعوده سريعا. احنا كده كده عارفين ان عمار كان سبق دكتور احمد ابو عبله هناك وعمل الفحوصات الطبيه اللازمه اللي بتسبق هذه الجراحه المهمه او القويه، فبالتالي كل الامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه لعمار، وان شاء الله يرجع وينضم للتاهيل الخاص بيه مع اكرم توفيق، وان شاء الله يرجعوا لنا سريعا. طيب دي كانت اهم الاخبار تتعلق بالاهلي، لكن لسه في اخبار اخرى بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا من خلال الصفحات الرسميه المختلفه. تعالوا نشوف ايه الاخبار دي ونعلق عليها. والخبر ده بصراحه هو اهم خبر يعني، لو حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشه، ده من كوره بلس على تويتر، طبيب نادي الهلال السوداني بيشكر دكتور احمد ابو عبله على موقفه اللي بيعكس الدور الروح الرياضيه بين الفرقتين. وشفنا امبارح لقطه يعني دكتور احمد ابو عبله كان لاعب من الهلال السوداني الشقيق وقع على الارض، فدكتور احمد ابو عبله قلق عليه حتى نزل من غير ما الحكم يقول ايه حد ينزل من الاجهزه الطبيه، الراجل بحسه طبي راح نازل عشان يلحق اللاعب لاعب الهلال السوداني في لفته طيبه، وبتعكس فعلا العلاقات المميزه يا جماعه بالمناسبه ما بين الشعبين المصري والسوداني، ما بين الناديين الاهلي والهلال والاهلي والمريخ كمان، والاهلي بيبقى حريص جدا على العلاقات الممتازه دي، فيعني مش عايزين ننجر للبعض اللي بيحاول يخلق اي ازمات، مفيش ازمات ولا حاجه، الامور جيده جدا بصراحه ما بين الناديين والشعبين، وده امر طبيعي وبديهي ومش محتاج ان احنا نتكلم فيه اكتر من كده كمان يعني. الوطن سبورت والخبر ده مهم، قال لك في تقرير صراع اوروبي لضم ديانج وتنهج سر ارتباط مانشستر يونايتد به. ايه القصه؟ القصه ان هم هنا في الخبر بيقولوا لك ايه؟ بيقول لك ان في عروض اوروبيه لاليو ديانج، اليو ديانج لعيب بالكواليتي ده ما شاء الله عليه، طبيعي انه يجي له عروض يعني طبيعي، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش اي عرض رسمي يوصل النادي الاهلي، امال في ايه؟ في كلام وكله. الناس بتتكلم بيقول يا جماعه احنا ممكن نجيب لديانج، هم شايفين لعيب مميز، فديانج طالما هو لعيب مميز نشوف له عروض قويه في اوروبا. طب ايه سر تنهاج؟ تنهاج طبعا المدير الفني المميز بتاع اياكس امستردام، بعض الوكلاء بيقولوا ان هو معجب جدا بديانج، وتنهاج ده من الاسماء المرشحه ان هي تتولى الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد
في الموسم الجديد تمام. فبيقول لك ربما لو الراجل استمر مع اياكس فيجيبوا اياكس، لو راح مانشستر يونايتد فيتفاوض على ضمه من الاهلي. الكلام ده كله سابق لاوانه، ديانج مركز جدا ومن اللعيبه المحترفه قوي قوي قوي، محترفه محترفه يعني، بعقليه ممتازه بصراحه مع الاهلي. لسه بدري على الكلام ده، ولغايه دلوقتي مفيش اي عروض رسميه، وده توضيح حبينا ان احنا نقوله لحضراتكم، وحبينا ان احنا نجيب الخبر ده برضه عشان نوضح لكل جماهير النادي الاهلي. فبالتالي في نفس السياق قال لك ايه؟ قال لك كوره بلس عاجل موسيماني اخطر اداره الاهلي وموافقته على ضم مهند لاشين. وهنا برضو يعتبر رابطين الخبر بايه؟ بحاله رحيل ديانج عن الاهلي. فمهند لاشين من ابرز اللاعبين بصراحه. انا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي اتمنى مهند لاشين يجي الاهلي، انا بصراحه يعني مقتنع بيه جدا جدا، بس في ناس فنيين يعني ادرى مني بكتير في الاهلي، هم ادرى بالجزئيه دي. لكن برضه لحد دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه مع طلاع الجيش او حتى مع اللاعب بخصوص انضمامه للقلعه الحمراء، والكلام ده برضه بيبقى سابق لاوانه، ولسه بدري على الموسم، لسه بدري. قد يحدث تغيرات فنيه، قد يحدث تغيرات بتتعلق بمستوى اللاعب نفسه، مهم قوي ان هو يحافظ على مستواه، لعيب مهم قوي في نص الملعب بصراحه، وشخصيه كويسه جدا في الملعب. فبالتالي هنشوف الامور هتمشي ازاي خلال الفتره الجايه، لكن دلوقتي مفيش اي حاجه رسميه. نروح لبوابه الاهرام، واللي بيتكلموا عن الاهلي يقرر حسم مصير موسيماني في مارس المقبل، يعني بدون التطرق لتفاصيل، لان كل التفاصيل لازم بيتم الاعلان عنها بشكل رسمي سواء من خلال النادي وقناته، ده امر طبيعي. فانا مش هنتكلم في تفاصيل تتعلق بموسيماني، لكن انا لا اقدر اقول لحضراتكم ان الموضوع موضوع وقت مش اكتر، وان شاء الله باذن الله يكون موجود موسيماني. لو لا قدر الله مش موجود، الاهلي اكيد برضه عارف هيعمل ايه، لكن موسيماني مدرب كبير ومهم قوي، واتمنى برضه على المستوى الشخصي انه يكون موجود زي كل جماهير النادي الاهلي اللي يعني بتشوف عهد من الانجازات. متعودين على الانجازات، بس بصراحه النتائج ممتازه خلال الفتره اللي فاتت، السنه ونص تقريبا اللي موجود فيه موسيماني مع الفريق، او اقل كمان من سنه ونص. اليوم السابع بيتكلموا عن موسيماني يحسم الجدل بشان عوده بادجي وباليا لصفوف الاهلي. طيب بادجي بصراحه الراجل مع اميان الفرنسي معار، هو من الاهلي، في 16 ماتش جاب 10 اهداف، متالق 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 جدا بصراحه. فالبعض قال لك ممكن يرجع الاهلي، وممكن الاهلي يفكر ان هو بعد ما اعارته تخلص يكون هو موجود مع الفرقه. مفيش اي قرار بكده لحد دلوقتي، ولا حتى موسيماني ابلغ الاداره انا رافض ولا مش رافض بخصوص بادجي، مفيش الكلام ده خالص. ليه برضو؟ لان التوقيت مش صح، لسه بدري، وانت عندك 5 محترفين مميزين. فبالتالي الكلام برضو سابق لاوانه في الجزئيه دي تحديدا. بواليا لسه طالع اعاره اصلا، فلسه ما تمش التقييم عشان يتم اتخاذ القرار، طالع اعاره جديده، فلسه يعني في بدايه اعارته، ماشي لعب ماتش او اتنين جاب جول بالمناسبه، لكن لسه الامور مش واضحه يعني. طيب حساب في الجول بيتكلم على تصريحات لمدير الكره بنادي المصري بالسلوم الكابتن وائل علاء، واللي قال الاهلي يبقى الاهلي سواء لعب بالصف الثاني او الثالث، لكننا نتمنى عدم مشاركه محمد مجدي قفشه. اشمعنى؟ لانه احد افضل اللاعبين في مصر. ماشي، مفاجاه وارده، لاننا نضم عناصر جيده تستطيع اقصاء الاهلي، ملعب السلام الذي سيستضيف اللقاء مناسب لفريقي. ويعني برضو كل احترام طبعا للنادي المصري بالسلوم، مواجهه هتكون مهمه جدا بالنسبه للعيبه بتاعته، ان بتلاعب الاهلي اكبر فريق في افريقيا، فبالتالي هتبقى بتحاول بتطلع كل اللي عندك، فماتش صعب. فبالتالي الحذر، كل الحذر لفريقنا النادي الاهلي، لان احنا عارفين الكاس ومفاجاته، وعايزين نتفادى هذه المفاجات باذن الله من خلال تخطي هذه المواجهه. وفريق اكيد محترم وعنده لعيبه واداره محترمه، نتمنى لهم كل التوفيق في ميعاد مباراه الاهلي بكل تاكيد. طيب ده فيما يتعلق ب ترند الاهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار الاخرى بتتعلق بالجانب المحلي تحديدا، فبالتالي استنونا. طيب عندنا اخبار بتتعلق بالجانب المحلي، والنهارده بالتحديد كانت قرعه بطوله كاس مصر، مش البطوله كلها لكن فيما يتعلق بدور ال 32، وشفنا اجراءات القرعه، وده من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم على تويتر، واللي بيقول ان النهارده كانت قرعه بطوله كاس مصر دور 32 من هذه البطوله، بحضور الاستاذ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد،
على ان تنطلق منافسات دور 32 للبطوله يوم 11 مارس القادم. الاهلي 11 او 12 هيبقى عنده سان داونز بره، فبالتالي هيلعب 14 او 15 او 16 او 17 في بطوله كاس مصر. لكن نتائج القرعه ايه؟ خلينا نقولها سريعا. غاز المحله هيقابل الشرقيه للدخان، سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد، الاهلي مع المصري بالسلوم، الجونه مع بنها، بيراميدز مع لافيينا، وفاركو مع كفر الشيخ، مصر المقاصه مع بني عبيد، امبي مع بيروت، وفيوتشر مع منتخب السويس، الزمالك مع الداخليه، بنك الاهلي مع اسوان، سموحه مع العاب دمنهور، المقاولون العرب مع المصريه اتصالات، طلع الجيش مع حلوان العام، الاسماعيلي مع بتروجيت، والمصري مع المنصوره. يا المنصوره نفسي فريق المنصوره يرجع الدوري الممتاز بصراحه، يعني كانت ماتشاته بتبقى قويه وجماهيريه كبيره جدا جدا ما بتتلعب هناك، فمن الانديه اللي نتمنى يعني ان هي تفوق وترجع للدوري الممتاز. طيب ده فيما يتعلق بالقرعه بتاع الدور ال 32. خلينا نشوف خبر اخر، وده من يلا كوره. عامر حسين قال ان الدوري سيستكمل وسينتهي كما اعلنا في اخر اغسطس، وسيستكمل حتى لو تاهلنا لكاس العالم. باذن الله نتاهل لكاس العالم، واكيد هيستكمل لان كاس العالم هيبقى في شهر 11 وانت تخلص في اغسطس، فاعتقد في براح بالنسبه لمنتخب مصر يعني، فالامور طبيعيه باذن الله. مهم بس نتاهل لكاس العالم والدوري يخلص وكل حاجه تبقى كويسه، ونقدر يعني نقدر بصراحه بشويه تنظيم وصرامه كل حاجه تتظبط يعني. كوره بلس وتصريحات برضو للحاج عامر حسين، بيقول سيكون هناك اجتماع مع الشركه الرعايه لحسم مصير الموسم الماضي من كاس مصر. فاكرين كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت اللي الاهلي كسب فيه ام بي على ما اتذكر؟ نحاول نفكر بعض، وهنقابل المفروض بيراميدز. الكاس ده مش عارفين مصيره ايه. فالحاج عامر حسين قال ان هيكون في اجتماع مع الشركه الرعايه ويشوفوا هنعمل ايه، ايه الحل في موضوع كاس مصر، يتلغي ولا نكمل، ولو هنكمل هنجيب وقت منين. فمش عارف يعني، اعتقد الموضوع صعب، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل، ننتظر دايما القرارات الرسميه. تريزيجيه الواحد مبسوط بيه قوي يعني، الواحد فرحان جدا جدا لانه مثال لايه؟ للاصرار والعزيمه والروح العاليه وكل حاجه، واللي الواحد اللي بيبقى حاطط هدف قدامه وبيشتغل عليه على قد ما يقدر وبيموت نفسه عشان يوصل اللي هو عايزه. تريزيجيه جاله صليبي فتره كان متوهج فيها مع استون فيلا، فغاب، رجع على كاس الامم الافريقيه، لعب قبليه 10 دقايق مع استون فيلا في الدوري وماتش ودي كده مع الريديف هناك، فبالتالي مع بدايه مشواره مع منتخبنا في كاس الامم الافريقيه يعني كان في انتقادات، الراجل مش جاهز، احتكاكات قويه، احتكاك قوي عامه بتلعب مع اي منتخب افريقي قوي في ماتش نيجيريا، لا مش هو ده تريزيجيه بتاع. واحده واحده تريزيجيه كان اهم عناصر المنتخب في البطوله لغايه لما وصلنا للمباراه النهائيه، ف يعني عقليته ممتازه، محترف بمعنى الكلمه بصراحه. تريزيجيه رجع من كاس الامم الافريقيه، طلع اعاره بالاتفاق مع استون فيلا عشان يجهز بشكل اكبر عشان بدايه الموسم الجديد. الاعاره تعتبر 3 شهور لان الموسم قدامه 3 شهور هناك في تركيا، فيرجع مع استون فيلا يكون جاهز 100% يلعب دوري انجليزي فت مليون في الميه يعني. فابتدى لعب ماتشين لحد دلوقتي، ده بالمناسبه الحساب الرسمي لاستون فيلا، وشوف الارتباط ما بين النادي واللاعب عامل ازاي حتى لما خرج اعاره. لعب مع ماتشين مع باشاك شهير التركي الموجودين في المركز الثالث دلوقتي في ترتيب الجدول، ترابزون هم الاول بفرق كبير شويه من النقاط، لكن في الماتشين جاب هدفين وعمل اسيست. امبارح لعب الماتش الثاني دي جاب فيه جونين يعني، وكسب فرقته وحاجه جامده قوي ما شاء الله، ربنا يحميه من الاصابات لانه عنصر هيكون فعال ومهم جدا بالنسبه لنا في ماتشين السنغال اللي هم اهم ماتشين في الفتره الحاليه للكره المصريه وكل الجماهير المصريه باذن الله يعني. فتريزيجيه يكون موجود مع مرموش، مع صلاح طبعا، مع النني، حجازي صعب يكون موجود للاسف، لكن موجود عبد المنعم ما شاء الله عليه، موجود الونش ما شاء الله عليه، فتوح الله اكبر كناحيه اليمين، عمر كمان، عندك عناصر كويسه قوي في منتخبنا الوطني. في مصطفى محمد كان وحش قوي بصراحه في كاس الامم الافريقيه، بس ان شاء الله يكون احسن في ماتشين السنغال اللي هم اهم ماتشين، فبالتالي انت عندك منتخب محترم يعني. فعوده اللاعبين لمستواهم ده هيدينا افضليه باذن الله، مش عايز اقول افضليه لان النسب تعتبر 50-50، بس يعني يدينا ثقه اكبر ودوافع اكبر يعني. فده خبر مهم، استون فيلا بيحيوا تريزيجيه يعني على ادائه، ودي حاجه كويسه. في الجول كمان حسابهم الرسمي على تويتر بيتكلموا برضو على تريزيجيه. تريزيجيه امام ريزا سبور امبارح لعب 89 دقيقه، جاب جونين، شط الكره 3 مرات على المرمى، 3 كرات طوليه، فاز في الصراعات الهوائيه مرتين، 82% دقه تمريراته حلوه قوي، 28 تمريره صحيحه من قصر 34، حاجه كويسه. عاد الجناح الطائر من جديد، فعلا عاد، وان شاء الله كمان يكون افضل وافضل خلال الفتره اللي جايه، لانه لاعب بيمثل مصر
ولاعب مهم جدا لمنتخبنا ان شاء الله. لسه مع تريزيجيه والناس فرحانه بتريزيجيه لان هو يعني حاجه اخلاق ولعيب كويس جدا طبعا، وغيابه بسبب الرباط الصليبي صعب انه يرجع للمستوى، لكن قدر ان هو يرجع بالشكل المطلوب يعني. اليوم السابع بيقولوا ان تريزيجيه قال تصريحات ايه هي؟ قال اتمنى مساعده فريقي دايما وساخبركم بسر احتفالي في الوقت المناسب. خلال تصريحاته قال ان احنا يعني نفذنا في مباراه ريزا سبورت تعليمات المدير الفني اللي اتمرنا عليها خلال الاسبوع اللي فات، وقدرنا ان احنا نحقق المطلوب بالفوز. قال احتفالي ده يعني اول مره اعمله كان في كاس الامم الافريقيه قدام المغرب، وهو احتفال مميز بس هقول لكم سببه في الوقت المناسب لان مش ده هو الوقت المناسب. نتمنى له يا رب كل التوفيق. خلينا كمان نروح لكره بلس، واحد من اللعيبه التقال قوي اللي هنفتقدهم بنسبه كبيره جدا جدا في مباراتي السنغال، وهو احمد حجازي. تصريحات لحامد البلوي الطبيب الذي يشرف على ده، حامد البلوي ده احد المسؤولين في اتحاد جدة مدير تنفيذي تحديدا، قال ان الطبيب الذي يشرف على حالة احمد حجازي في المانيا قال ان علاجه يعتمد بشكل اكبر على الراحة، فماشيين معاه واحدة واحدة لان الاصابة صعبة شوية في العضلة الضمة، والعضلة الضمة من العضلات الرخمة شوية في الكورة وفي الاصابات يعني، فان شاء الله يعني نتمنى له العودة سريعا. لسه مع احمد حجازي وده من كرة بلس، وبيقولوا يعني خبر خاص بالنسبة لهم، فترة غياب احمد حجازي عن الملاعب مش هتقل عن 6 اسابيع. انا مش عارف 6 اسابيع ده من ساعه الاصابه ولا من دلوقتي، اعتقد من دلوقتي يعني، لان لسه محتاج فتره احمد حجازي، فبالتالي نسب لحقه بمباراتي السنغال. ودايما هيتكلم عن ماتشين السنغال دول لان ماتشين يعني الواحد اعصابه متوتره من دلوقتي، فيعني اتمنى الشفاء السريع لاحمد حجازي ويرجع سريعا باذن الله. طيب ده فيما يتعلق بالترند المحلي واخبار بعض محترفينا في الخارج. خلينا نروح سريعا لفاصل، بعدين نرجع نكمل فقرة جديدة من حلقة الترند النهاردة. طيب في الحقيقة استوقفني خبر مهم جدا يعني لسه خارج هذه اللحظات، وهو يتعلق بفريق ليفربول وساديو ماني ومحمد صلاح. والنهاردة أو في الوقت اللي أنا بتكلم حضراتكم فيه ده مباراة ليفربول مع نوريتش سيتي في الأنفيلد، ودي أول مباراة في الأنفيلد بعد عودة محمد صلاح وساديو ماني من بطولة الأمم الأفريقية، تمام؟ فكان من المفترض ان ماني يحتفل بفوزه بالبطوله وسط جماهير ليفربول في الانفيلد بكلام من ده، لكن الخبر اللي طلع ان ساديو ماني رفض الاحتفال بالبطوله قدام الجماهير في الانفيلد، وده حقه بس هو رفض احتراما لزميله محمد صلاح. ويعني دي لفته محترمه قوي 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 من ساديو ماني، ولو الواحد مثلا بيحبه 60 70% يخلي الواحد يحبه 100%، لان يعني دايما المشاعر الانسانيه يجب ان تحترم يعني، رغم انه لو احتفل فده حقه وكل الحق، ودي اول بطوله في السنغال في تاريخ السنغال، وهو يعني وصل النهائي المره اللي فاتت والمره دي قدر انه يفوز بيها، ففرحه كبيره يعني، يعني فرحه غير طبيعيه، لكن قدر ان هو يتمالك فرحته عشان ما يعني مشاعر زميله محمد صلاح، ودي حاجه كويسه ولقطه يعني ممتازه بصراحه من ساديو ماني ان صح الخبر يعني، بس اعتقد انه خبر صح لانه فعلا ما احتفلش قبل الماتش النهارده. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، والسؤال كان خاص برايكم في اداء الاهلي امبارح واسباب التعادل امام الهلال السوداني، فنبتدي بيحيى صابر الاستاذ يحيى صابر لانه واضح من صورته يعني راجل كبير يا رب نديله الصحه. المباراه كانت في المتناول والقائم وقف حائلا دون تحقيق الفوز، الاداء افصح عن الاجهاد الذي يعاني منه الفريق بصفه عامه، وهو ده اللي انا بقوله لحضراتكم في بدايه الحلقه، ان الاجهاد هيأثر علينا بشكل او باخر، بس باذن الله احنا قادرين في التعامل مع الاجهاد ده خلال المراحل اللي جايه. الكره بتاعت قفشه كانت ممكن تخلص الدنيا بصراحه وتأهلنا بدري بدري، بس ما كانش فيه توفيق. سامي ابو احمد قال الاداء كان متوازن يميل للتحفظ الدفاعي بمبدا اذا لم تستطع الفوز فلا تنهزم، دي حقيقه يعني. وبصراحه الماتش فنيا الماتش كماتش يعني الماتش كان وحش يعني كان ممل، بس احنا طبعا بنتفرج على الاهلي ما بنملش، فما كانش فيه توفيق في الفوز يعني. خلينا كمان نخش على محمد حماده وقال اداء مقبول، وخصوصا ان الهلال السوداني قوي فريق طبعا محترم على ملعبه، واسباب التعادل ان موسيماني كان يلعب دفاعيا، موسيماني ما كانش بيلعب دفاعيا ولا حاجه، موسيماني كان بيحاول يكسب المباراه، لكن انت في نفس الوقت زي ما قلت نلعب مع فرقه ثقيله زي الهلال على ملعبها في اجواء مختلفه في اجهاد ملحوظ، فيعني النتيجه تعتبر طبعا مقبوله يعني. السيد البنا قال
متوسط نظرا للظروف اللي بيمر بيها الفريق من ضغط المباريات، ولسه قدامنا ضغط كبير، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في التعامل مع الضغط ده. خلينا كمان ناخد احمد سامي، الاداء يناسب ظروف المباراه، اجواء شبه حاره نتيجه لعب المباراه عصرا، ارهاق للاعبين نتيجه السفر المتتالي، توالي المباريات، عدم توفير الحمايه الكافيه من حكم المباراه. حكم ما كانش قد كده بصراحه امبارح. ارجو من الموسيماني ان يتبع سياسه التدوير، ده مؤكد هيحصل خلال الفتره الجايه. ختاما، ليس في الامكان افضل مما كان، والحمد لله. ويعني رساله حلوه قوي من الاستاذ احمد سامي، فكلام كله واقعي ومنطقي وكويس جدا بصراحه، بنشكره على الكلام ده. خلينا ناخد تفاعل الاخير من بسنت سامي عبد الغني، واللي قالت اداء معقول في ظروف الاجهاد اللي بيعاني منها الفريق، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، واحد احد اللي جاي اكيد احسن بالنسبه للنادي الاهلي. وانا عاجبني قوي الوعي اللي عند الجمهور بصراحه بخصوص الاجهاد وضغط المباريات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه دي. كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنوا. الى اللقاء.